الثقة، النزاهة، الأمانة، الولاء. هذه هي القيم المحورية التي تشكل الأساس الراسخ لعلاقة أعمال ناجحة وشراكة مثمرة تزدهر وتدوم مع الزمن. إنها قصة نجاح بنك يرتكز على رؤية صائبة ورسالة هامة تهدف إلى الارتقاء بحياة الآخرين. بنك البحرين للتنمية. بدأ بنك البحرين للتنمية عملياته في أوائل عام 1992 بتوجيه من الحكومة البحرينية الرشيدة بغرض المساهمة في تنويع الاقتصاد البحريني وتعزيز قطاع الأعمال ودعم عملية تطوير الموارد البشرية وتشجيع الاستثمارات في مملكة البحرين. يرتكز عمل البنك على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستشارية التي تلبي احتياجات هذه المؤسسات. تم تأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة بهدف دعم أنشطة المؤسسات عبر مجموعة من الخدمات المتنوعة والموارد التي تلبي احتياجات المشاريع، ويتم ذلك في المركز نفسه أو من خلال شبكة من المؤسسات الداعمة لأعمال المركز. وفي إطار جهوده الحثيثة لتشجيع المشاريع العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات سريع النمو، قام مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة بتأسيس ركن لتكون أول حاضنة أعمال غير ربحية متخصصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين. تقدم مبادرة ركن أجواء عمل مريحة للمشاريع التقنية المتخصصة، تتيح لهذه المشاريع تحقيق الإبداع والتميز. توفر ركن خدمات استشارية للأعمال وبرامج تدريب متخصصة لدعم المشاريع ذات الصلة. كانت البداية صعبة من ناحية الفنية والمادية. ليش كانت صعبة من ناحية المادية؟ على أساس أن كانت سياستي بأن يولد مركز فريد الألمنيوم بشكل كبير وبسمعة جيدة. سمعنا عن بنك التنمية، وفي الحقيقة بنك التنمية نفسهم هم اللي اتصلوا فينا وعرضوا خدماتهم. في السابق كانت البنوك التجارية صعبة أن تعطيك تسهيلات لأي منشأة جديدة، مع أن بنك التنمية يقبل أن يمنح التسهيلات بضمان النشاط نفسه. نشكر الإدارة ونشكر الموظفين على دعمهم للصناعات الوطنية، والله يوفقهم. تعاون بنك البحرين للتنمية مع المجلس الأعلى للمرأة لتأسيس مركز تنمية قدرات المرأة ريادات لتمكين المرأة وتشجيع رائدات الأعمال. مجمع ريادات من الجماعات اللي فعلاً تساهم في إبراز دور المرأة، وعلى الصعيد المادي يمكن كذلك بعد يساعد مجمع ريادات في مثلاً في من ناحية الأجارات، من ناحية السبورت سيستم اللي موجود في المجمع. الرسالة اللي حابة أوجهها حق رائدات الأعمال البحرينيات هو أن تسعى وراء حلمها وتحاول أن تحققه وما تيأس، وتستفيد من التسهيلات اللي موجودة عندنا في البحرين سواء كانت BDB ولا مجمع ريادات. يلقى قطاع الرعاية الصحية دفعة إضافية من خلال تأسيس مركز الخليج التخصصي للسكر. تأسس المركز في يناير 2004 بمساهمة من البنك ليكون أول مركز تخصصي من نوعه يقدم رعاية شاملة في مجال علاج مرض السكر في مجلس التعاون الخليجي. وفي إطار سعيه لتطوير قطاع السياحة وخلق فرص عمل في هذا القطاع، قام بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بتأسيس الشركة العربية لسيارات الأجرة في أغسطس 2008، وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة، حيث أن 80% من ملكية الشركة تعود إلى أيتام وأرامل سائقي سيارات الأجرة. طبعاً بنك البحرين للتنمية اشتغلنا معه على مشروعين نملكهم. المشروع الأول هو المركز الوطني الاستشاري لخدمات الصحة والسلامة المهنية أوشو،
حيث أن كانت هناك خدمات متنوعة. الندى طبعاً كونسبت مختلف، اللي هو أن احنا ناخذ اللوحات الفنية لفنانين مختلفين من الشرق الأوسط أو من العالم أيضاً، ونحطهم على أوشحة، ومثل ما نقول لكجري لايف ستايل. يواصل بنك البحرين للتنمية تعزيز مكانته الرائدة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرح المزيد من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي. بنك البحرين للتنمية.